عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ احترافي. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد مسمى عامر بالخليع ولدام ديالو، كيوجد في مدة قليلة ماشي بزاف. ونبداو على بركة الله. عندنا نص كيلو ديال الطحين الابيض، الدقيق الابيض، عندنا الكاس ديال باش كنعبرو، نص كاس ديال هذا ديال الفينو، واحد شويه ديال الملح قبيصه صغيره لان الخليع كيكون مالح. عندنا هنا الخليع ها هو حتى نقطعوه، وعندنا ليدام ديالو. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه. بعد ما عجننا العجينه ديالنا، نتوما كلكم كتعرفوا العجينه كيفاش كتعجن، اما ديروها في العجانه واما في الكسعه اللي يعجبكم. المهم انا عجنتها في العجانه، نتوما على حساب الاختيار. دابا غادي نقرصوهم، نقرصو المسمن ديالنا، نديروهم كويرات صغار، كنصايبهم بحال هكا كويرات صغار، القياس اللي كل وحدة كيفاش بغاتهم صغار ولا كبار، المهم كل واحد يدير قياسو. هانتوما بحالة الشكل، حتى كنكمل الكويرات كاملين كنخليوها ترتاح واحد شويه على ما كيشدوا راسهم، وعاد ديك الساعه نبداو ان شاء الله نطلقوا. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي نبداو نطلقوها. والخليع ولي دام ذوبتهم، ها هما هادو، ها انتما كنوليو نطلقوا غير شويه، غير نطلقوا المره الاولى بالزيت المائده صافي. كنديروا ان الخليع كله في لي دام، نبداو على بركه الله. اكيد السيدات راه كلهم كيعرفوا تبارك الله اليوم يديروا المسمن، يديروا الملوي. والمهم انا عندي الطريقه ديالي على حساب هذا الخلي، راه كيجي زوين، نتمنى من الله تجربوه البنات، راه كيجي غزال. كتلقوا غير شويه بالزيت لان راه فيها الزيت. نعاودو وحده اخرى، نخليو بحال هكا. صافي باش ما نطولش عليكم الفيديو، غنبقى حتى نكملهم ونتلاقاو باش نطيبهم ان شاء الله. بعد ما كملناهم طلقتهم وعمرتهم بخليع وليدان، ها هما دول ان شاء الله نتلاقاو معكم ملي نكملهم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا اللي بالخليع وليدام ديالو. ها انتما غنحل لكم، راه كيجي غزال البنات. ها انتما كنتمنى من الله ينال اعجابكم وتجربوه وديروا لي تعليق وتضغطوا على اشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله.